كون انا بقابل نفسي زي ما كنا بنقول كده زي ما بقابل نفسي جلدت من الجلدات اللي هنا انا شايف انكم انا نفسي ابدا فدايركم تحيوا نفسكم كده. قلت انا شارككم حاجه غير اثنين من الحياتي كامل لو لا ده اسالكم سؤال لو قلت لك كلمة فكرة أو طموح وديتك دقيقة دايما تفكر معاك كلنا نفكر معاك كلمة فكرة أو طموح ممكن تعالجها عندنا ثلاثة إجابات محتملة للسؤال عندنا ناس ثلاثة فكرة دائما طموح معقول بالنسبة لحالتهم الاجتماعية ووضعهم المادي معقول بالنسبة للبيئة الضغط الشديد اللي احنا قاعدين فيه. في فئة ثانية جاتهم فكرة ما معقولة لو جه قال لك انت صاحبك وجه قال لك دي فكرة دي او دي ده الطموح اللي قال لما احمد بيجي قال لي فكر في فكرة اقول له ليش مستحيل فكرة ما معقولة من الوضع الاقتصادي والوضع المادي ما معقولة. في فئة ثانية ما جاتهم فكرة دي. اي حاجه احنا كبشر بنعملها بتكون من الظواهر. الظواهر دي كتبها زول اسمه ابراهام ماسلو. ابراهام ماسلو عمل نظريه اسمها الدافع الانساني في فرع علم النفس التنموي رتب الظواهر اللي بتحركنا نحن كلنا اللي بتحرك افكارنا اللي بتخلينا نعمل اي حاجه بتكتبها فيها مكون من خمسه مستويات. الدافع الأول الحاجات الجسدية والحاجات السلوكية تدافع عن الدوام على أفكار الحاجات الجسدية دي الحاجات اللازمة للبقاء على هذا الفرد إنك تاكل إنك تشرب تدافع عن الأفكار. المستوى الثاني حاجة للأمان إنك تأمن موادك تأمن صحتك. المستوى الثالث الحاجات الاجتماعية ما لدى أصحاب ما لدى أكون بريء أفكاركم قبل شوية دي الفئة ما جاءت فكرة أبدا لما قلنا لك المثال الفئة دي توافقها كيف عن رقم ثلاثة الحاجات الاجتماعية لينا أصحاب أكل شرب لينا الحياة الجسدية ما يبدأ فيني فكرة كاملة. السؤال جاءت فكرة معقولة طلع شوية طلع معايا نظام شوية وصل للحاجة للتفكير إنه فكرة معقولة بالنسبة لمستواه بالنسبة لوضعه ده يعمل ده التفكير. معانا الفئة الثالثة الناس تفكر في فكرة ما معقولة بالنسبة لمستواها بالنسبة لوضعها بالنسبة لمواعيدها هل عندها فكرة ما معقولة هدف ما معقول ده وصلوا لتحقيق الذات. عنده حاجات هو في نفسه دائما يعملها. عنده افكار اكبر من الموارد، عنده اكبر من البيئه، عنده اصوات انت بيفخر بيها المحيطه. نرجع من المكان اللي قلنا احنا قاعدين فيه مكان صعب فيه، في كل الموارد، في اي حاجه احنا دايرينها عشان نقدر نعملها. نرجع من الحته دي. قدر قوة الفكرة. عرف انه في الموارد اللي عندك الفكرة انت ممكن تعمل تغيير نحن عبارة عن افكار انت الليلة هسي قاعد لذلك الفكرة امس ان انت فكرت هم جاي تلك السيارة ده طالب صربي يبغي لنا انه الفكرة ممكن تعمل فريق الفكرة ممكن تعمل حاجات كبيرة جديد الفكرة الطالب ده أنهى حياة 23 مليون نسمة في الحرب العالمية الأولى لما نفكر إنه يختار ولي عهد المسجد. دي فكرة. دي العلماء بوقف، هي فكرة إحنا قاعدين نتكلم عنها بالليل بسبب فكرة. الفكرة دي أكيد إنها ما طالعة من الدوافع الأولى اللي تكلمنا عنها بالغلط طالعة من الدوافع فوق.
2018 أنا شخص مغرور نفسي اسمه سوشيال انزايتي اضطراب قلق أماكن اجتماعية. أنا ما بعد أقعد في مكان فيه أكثر من 5 أفراد. أحس باعتبار ما بقدر. أصحى مكان قعدت فيه من 2018 كان أقارب. الحاجة دي حرمتني من حاجات كثيرة. حرمتني من فرص كثيرة لصعود الحياة. في 2020 يعني ذو صدفة أنا ما بعرفه. سلام عليك. كيف تمام تمام الحمد لله. الأخ أنا شايف في شايفك إنه أنت هتكون حاجة كبيرة. الحمد لله صوته. ما أقدر. ماشي خلاص. سأل أي فكرة إنه مش. أنا لا إراديا لا شعوريا بقدر فكرة دي قاعدة في عقل اللاواعي. بس أتكون شخصية كبيرة أنا أتعامل على أساس الفكرة. كيف أنت هتكون شخصية كبيرة؟ كيف هتكون شخصية عظيمة؟ وأنت كيف تتكلم قدام الناس؟ أنت عندك سوشيال ميديا. أنا ما عندي سوشيال ميديا. دي فكرة. أنا سكعت كلامي كم؟ كيف؟ كيف؟ دي فكرة طلعت حاجة يا خلوات طلعت نادي الفكرة دي طالعة قدامي كتبتات أنا عندي حاجات دي أعمل أنا دارب بزور عظيم أنا هذا بس أكبر وأشرب عملت اجتماعية، عملت علاقات وأصحابي كتير جديدة، لا أنا صار جديد الناس أصحاب، لا أنا ما أمكن، أنا ما أمكن بالحالة. يا بروبر، يا أهل مصر يا بروبر، أنا أصحاب كتير. الناس بيجيبوا أدلة ومراهين عبارة عن مراجع، حاجات زي كده، بلاك تيل ومحرر مش عارف. طيب يا جماعة، كده اسمي بقدر أنا زود بعمل هيبنوسس لو أنت ما سمعت عن هيبنوسس هيبنوسس معناها تنويم مغناطيسي تنويم مغناطيسي كله عبارة عن حاجة واحدة زي ما قالت أحمد أمشية أي زول عنده هاي اسمها كونشس سب كونشس مايند أنا بعشية حرفيا لأي زول في الجمهور بس يتفاعل معي يخش معي هتبقى حاجة تصير بقى في حياتي كل يوم عرفت حتى أتكلم مع السب كونشس بتاعكم أحاول أتعلم فكرة معينة بس فوكس معي هنشوف حقيقة براكتس هل ممكن زول خارجي يزرع فكرة في الناس حرفيا ما هو؟ فأي زول لسه قاعد بس ركز ركز معي مش معي ديبر وديبر وديبر. طيب يا جماعة مبدئيا كده كل ده تعملوه ده تمد ايديكم قدامكم الاثنين ايوه عملوه كده ايه حلو لا تنسوا ايديكم مع بعض الاثنين نصبوا مع بعض ابدوا يفكوا ايديكم مع بعض فكوا 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 الناس اللي هتفكوا ايديكم في فكرة واحدة قاعد يقوم خطوة فكرة واحدة بس حاليا يا جماعة في مغناطيس قاعد يتكون بين ايديكم ايديكم اليمين عبارة عن قطب موجب ايديكم الشمال عبارة عن شنو يا جماعة؟ قطب ساري حلو بصوا حسيت ان جبت الطاقة دي قاعدة اخدوا ايديكم كده مع بعض ايديكم اخدوها كده مع بعض ايوه اخدوها مع بعض مع بعض مع بعض فين كده يا صاحبي ايديكم صباعين ترجوم ايوه ايوه كلكم شايفين صح؟ يلا حبيبي كل اللي تعملوه ركزوا في الفراغ بين صباعكم والايدين ركزوا في الفراغ بيناتك بس ركزوا في الفراغ ركزوا صوتي صوتي كامل بس السبب ده يا جماعة حسك الآن في نفس الصوت ده حرفياً أصبح حتى يضاعف المغناطيس حتى يضاعف كل شيء أصاب الناس بتذكر بيناتك في مغناطيس في تزعاج أصلاً أصلاً في جماعة حرفياً في نفس الصوت ده حرفياً هاي المغناطيس يعني حاجة حرفياً في نفس الصوت ده بتذكر أصابير كان في وسط قاعدة حرفياً في ضحكة عصب لأن الحقيقة المغناطيس يعني ضاعف أكثر لأن بعد شوية حتوصل الحقيقة يا جماعة أصابير هتتوصل حاجة لا إرادية كيف؟ Thank you.
الفكرة جاية من الانترنت من كتاب الشعر.